إذن هذا اللقاء ديال الأغلبية اللي كيكون في الدخول البرلماني، كان نقاشات جد مهمة. أولا تكلمنا على العرض اللي قامت به الحكومة خلال هذه السنة الكاملة والمجهودات الكبيرة اللي قامت بها، وكذلك تكلمنا على المشاكل والإكراهات اللي كاينة بالنسبة لما يقع في العالم، ما يقع من بعد ما البوست بانديمي ديال الكوفيد، ولا كذلك الأزمة الأوكرانية، ولا الأزمة ديال يعني الانفلاسيون اللي كاينة. هادشي كله كان فيه نقاش جاد، وكذلك تكلمنا على النقط والمحاور الأساسية ديال القانون المالية ديال هاد السنة اللي هو ديال 2023، اللي هو قانون جاب الجديد وجاب امتيازات اللي هي جديدة، بحيث أنه إن شاء الله غادي يدخلوا الناس ديال اللي عندهم الغاميدي واللي هو في لاسيونس مالادي اوبليغاتوار، غادي يكونوا دعم مباشر للمواطن يعني من هنا لآخر السنة ديال 2023، غادي تكون علاقة أخرى إن شاء الله مع المواطن. وكذلك تكلمنا على العلاقات ديال الجهات وليكوليكتيفيتي لوكال في العلاقه ديالهم والمعامله ديالهم مع المواطنين، والامكانات اللي معطياهم والاكراهات اللي كيعيشوها، واللي غادي نحاولوا ندخلوا فيها ان شاء الله باش نلقاو بعض الحلول حتى يكون المواطن عنده لو سيرفيس ان شاء الله كومبلي يعني في المناطق اللي هو موجود فيها. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.